الإعلان رسمياً عن جرعة سعرية قاتلة ومرعبة وقرارات حكومية مفاجئة برفع الرسوم 100 ضعف في محافظة عدن، فلنتابع التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلنت الحكومة اليمنية رسمياً عن جرعة سعرية قاتلة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وتضاعف من معاناة الشعب اليمني، كشف عنها إضراب عدد كبير من التجار في ميناء عدن. وقالت مصادر محلية أن عدداً من التجار يواصلون الإضراب الشامل لليوم الثاني على التوالي في ميناء عدن، احتجاجاً على فرض الحكومة الشرعية رسوماً جنونية وتعسفية وغير منطقية. وأضافت المصادر أن الحكومة الشرعية أعلنت رفع رسوم التحسين بشكل غير مسبوق على جميع المواد والسلع الواردة عبر ميناء عدن. وذكرت المصادر أن الحكومة رفعت رسوم التحسين من 10 ريال إلى 1000 ريال من كل كيس أو كرتون يمر عبر ميناء عدن. وأوضحت المصادر أن فرض هذه الرسوم ستؤدي إلى كارثة بحق المواطن اليمني الذي كان ينتظر قرارات لمعالجة الوضع الاقتصادي وانهيار العملة ورفع الأسعار.